أولا الاجتماع اليوم ينعقد في إطار الاجتماعات المتتالية التي عقدتها مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات بشراكة مع مؤسسات سجنية تلال 1 و2 وكافة القطاعات الحكومية والغير الحكومية والمجتمع المدني والصحافة في إطار تنزيل استراتيجية عمل موحدة لمساعدة نزلاء المؤسسات السجنية التابعة لمحكمة الاستئناف بمكناس على إعادة الإدماج. فبعد موافقة السيد رئيس المنتدب على عقد هذا الاجتماع الموافقة الكتابية، قمنا بعقد هذا الاجتماع مع مختلف الفاعلين في المجال السجني، فتطرقنا في الأول لحصيلة العمل والإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة، وكيف أن قاضي تطبيق العقوبات يستمد صلاحياته من قانون المسطرة الجنائية، وكذلك عمله الاجتماعي الذي يتخذ قدوة فيه صاحب الجلالة نصره الله. فبالنسبة للاجتماع تطرق لحصيلة العمل لسنة 2020 و2021، مجموعة من الأنشطة التي قامت بها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني لمساعدة النزلاء على إعادة الإدماج. فهذه الأنشطة يمكن تصنيفها إلى صنفين: الصنف الأول تدخل داخل المؤسسات السجنية، عرف مجموعة من الهبات، كذلك تدخل خارج يعني الفضاء السجني، مساعدة النزلاء على إعادة الإدماج، وذلك إما عن طريق قفة رمضانية أو مساعدتهم على الكراء أو إيجاد فرص الشغل أو إدماجهم مهنيا. فما يمكن قوله على أن هذا الاجتماع يعني قام بإرساء بعض الأهداف أو خطط لبعض الأهداف لتنزيلها على يعني المستوى على المدى البعيد إن شاء الله، وذلك باتفاق مع جمعيات المجتمع المدني على أن يكون هناك تخصص الجمعيات بخصوص. هناك جمعيات سوف تتولى تتبع نزلاء المؤسسات السجنية فيما يخص يعني مساعدتهم على إيجاد الإيواء بعد استنفادهم للعقوبة، وكذلك على إيجاد حلول لمشاكل السكن والإيواء، وكذلك هناك جمعيات سوف تتولى البحث عن فرص الشغل ومساعدة النزلاء على خلق مشاريع مضرة للربح، وهناك كذلك جمعيات سوف تتولى مساعدة النزلاء الذين استنفذوا العقوبة على مدهم بالمساعدات الطبية وكذلك الاجتماعية، وأخيرا المساعدات في المجال الفني والرياضي. وتطوعت بعض الجمعيات للأخذ بيد هؤلاء النزلاء الذين يستنفذون العقوبة لإعادة إدماجهم داخل مجتمعهم الأصلي بعد استنفادهم للعقوبة. فنقول على أن هذه المؤسسة مع المؤسسات السجنية، مع النسيج المدني، مع الصحافة، مع المجتمع ككل، مع القطاعات الحكومية والغير الحكومية، على وعي بمسؤوليتها في كون إعادة الإدماج هي مسؤولية الجميع، يبقى انخراط وتحسيس المجتمع على البعد عن الوصم لمساعدة النزلاء واحتضانهم من جديد، لأن النزلاء هم مواطنون، لا تفقدهم يعني الأحكام السجنية كرامتهم، كما ورد ذلك في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة نصره الله أثناء افتتاح السنة القضائية لسنة 2003. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.